احتضنت كنيسة مار الياس في دويلعه بازار خيري بمناسبة اقتراب عيد الفصح المجيد، حيث يعود ريعه للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. شارك فيه العديد من الجمعيات والشركات وسيدات من الكنيسة. المعرض الخيري اللي بيعود ريعه لذوي الاحتياجات الخاصة هن الأشخاص المجروحين بذكائهم اللي الكنيسة كتير بتهتم فيهم وحاطط لهم هيك ترتيب معين لحتى نقدر نقدم أي شيء. فهذا المعرض اللي مشارك فيه أكثر من شخص وأكثر من شركة، في أشخاص هن أشخاص إفراديين يعني بيشتغلوا أشغال لحالهم البيت، هي فرصة لحتى كمان يكون سوق لإلهم. عاملين هذا البازار مشارك فيه كذا شركة ومجموعة من السيدات كله شغل إيدهم، ونحن كمان شاركنا طاولتنا عليها شمع وشوكولا، شغلنا نحن والإخوة ساعدونا بالتزيين، يعني مجهودهم كان حلو كتير معنا. احنا اليوم جينا لنعطي فرصة للسيدات اللي عم يشتغلوا بمشروع سبل العيش. هذا المشروع هو مخصص للنساء المعيلات لأسرهم، بيقدموا فيه منتجات هي خاصة بالمونة الموسمية، وبيتم ريعها هي للعيال المحتاجة والمهجرة وفقراء الحي اللي مستفيدة من الجمعية الخيرية للتنمية المستدامة من باقي برامجها. كله نحن شغلنا، يعني عملنا حلو، عملنا شراب، عصير، عملنا كبة، هيك شغلنا كلياته، واليوم تازة، يعني كله تازة مشان نشارك بهذا المعرض. هذا البازار ما هو إلا جزء من الأعمال الخيرية التي تقوم في سوريا لدعم الأشخاص الذين هم بأمس الحاجة للاهتمام ليكونوا جزء مهم وفعال في المجتمع.